أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل الإنسان المحدث بها أم يعتبر ذلك من الرياء؟ لا كل من رأى رؤيا ويزعم أنه رأى النبي يكون ذلك صحيحا، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي لا يلتبس فيها بغيره. فإذا كان يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صح عنه أنه قال: من رآني فقد رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتشبه بي. لكن من لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأتيه الشيطان ويتصور له ويقول: أنا الرسول، لأن هذا لا يعرف صفات النبي التي تفرق بينه وبين غيره. فليست كل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة، حتى يكون العبد على معرفة تامة لصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تميزه عن غيره والتي لا يتشبه بها الشيطان. نعم.